أهلا بكم من جديد. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون داير لاين، قال أن زيارة المسؤولة الأوروبية للقاهرة تأتي وسط زخم مكثف تشهد العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة. السيدة رئيسة المفوضية، إن زيارتكم للقاهرة اليوم تأتي وسط زخم مكثف تشهد العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، وهو زخم نسعى من خلال تواصلنا المباشر المستمر وعملنا المشترك على كافة المستويات إلى تعزيزه وتكثيفه، بهدف تحقيق نقلة نوعية في شراكاتنا، لا سيما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا. ولقد كان لقاؤنا اليوم فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مختلف المجالات، خاصة وأن مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية. وأضاف الرئيس أن المباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية تركزت أيضا على سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة، وبخاصة ما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى آخر استعدادات مصر التنظيمية لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ. لقد شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزا خاصا على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية، وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. كما تطرق لقاؤنا اليوم كذلك إلى تنسيقنا المشترك اتصالا بالجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ، حيث أطلعت السيدة رئيسة المفوضية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، والتي تلقت رؤانا في أنها تمثل فرصة ثمينة على المجتمع الدولي العمل بجدية لاغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي، وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديا مشتركا يواجهنا جميعا كأسرة إنسانية واحدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. أستاذ أيمن، برحب بحضرتك، وبالطبع هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة للغاية نظرا لمحتواه من عدد من المعلومات المهمة جدا، وأبرز هذه المعلومات التعاون الوثيق ما بين مصر وأوروبا في قطاع الطاقة. بالتأكيد أستاذ عمرو، يعني هناك شراكة كبيرة جدا ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 27، وهذه الشراكة ممتدة منذ سنوات طويلة، ربما منذ عام 1976، لكن أنا في تقديري هذه الشراكة تأخذ منحى جديد وتأخذ مرحلة جديدة في ظل التقارب ما بين الرؤى السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. الآن هذه الشراكة تدخل هذه المرحلة الجديدة في ظل الظروف الدولية، سواء كانت الظروف السياسية المعقدة أو حتى ما يرتبط بها من تداعيات وارتدادات اقتصادية تتعلق ب أمن الطاقة وأمن الغذاء على كل دول العالم بما فيها دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار ومن هذا المنطلق هناك إرادة سياسية مشتركة لدى كل من مصر والاتحاد الأوروبي لتعميق هذه العلاقة في كافة المسارات. وأعتقد أن مجال الطاقة هذا من المجالات الحيوية والتي بدأت منذ فترة طويلة مصر والاتحاد الأوروبي يناقشان كيفية تطوير هذه العلاقة في هذا المجال الحيوي. نحن لدينا بالفعل محاولة وخطوة أولى للربط الكهربائي ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال الربط الكهربائي بين مصر وأبرس من ناحية ومصر واليونان من ناحية أخرى، وصولا إلى ارتباط هذا بالشبكة شبكة الكهرباء الأوروبية. أيضا سوف يكون هناك تعاون كبير جدا في مجال نقل الغاز و
نقل الغاز المسال من منطقة شرق المتوسط إلى أوروبا. ومعروف أن هناك يعني يعزل للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان لديه رؤية كبيرة جدا منذ القمة الثلاثية التي عقدت في كريت في عام 2018 بأن تكون مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة. هذه الفكرة التي كانت حلم في 2018 الآن تتحول إلى واقع بأن تصبح بالفعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الغاز من خلال أن تقوم محطتي إدكو ودمياط بإسالة الغاز وبيع هذا الغاز إلى أوروبا التي تتعطش إلى الغاز من شرق المتوسط في ظل الخلاف الأوروبي مع روسيا. أيضا هناك مجالات كبيرة للتعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء في مجال الهجرة غير الشرعية، في المجال الزراعي، في مجال تنقية المياه، وهذه العلاقة يعني سوف تتعزز في الفترة القادمة سواء على المستوى المتعدد الأطراف ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي أو حتى على المستوى الثنائي ما بين مصر وكل دولة في الاتحاد الأوروبي. يوم 19 يونيو الحالي سوف تنطلق في لوكسمبورغ الشراكة الجديدة المصرية الأوروبية التي سوف تعلن في ذلك اليوم، والتي تؤسس لإطار تنظيمي وتعاون ما بين الطرفين سواء في مجال دعم الاتحاد الأوروبي المالي أو الفني للمشروعات الموجودة في مصر. وهذه الشراكة سوف تمتد 5 سنوات قادمة لعام 2027. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم تبادل وجهات النظر مع رئيسة المفوضية الأوروبية حول مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأبرز التحديات المرتبطة بها. ولقد تبادلت وجهات النظر مع السيدة فوندرلاين حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التي تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي ثم في مواجهة أزمة جائحة كورونا من بعدها. ولقد توافقنا على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضرراً من تداعياتها، وعلى أهمية تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية الزراعية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن المباحثات مع رئيس عبد الفتاح السيسي عكست التعاون والعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تعتمد بالأساس على أسس قوية. How to broaden and intensify a very good cooperation we do have. أن نحقق تعاونا مكثفا تم بالفعل يعتمد على أسس قوية التي نعمل عليها معا، وكذلك التزام قوي ومعرفة بالموثوقية من الجانبين، وهذا أساس جوهري لزيادة التعاون ولتعطيد الروابط بيننا. إذن العديد من الموضوعات التي تمثل أو دليلا على هذا التعاون، وكذلك في البيان المشترك بيننا الذي سوف يعده المجلس وسوف يصدر في خلال الأيام القادمة يعكس مدى عمق شراكتنا وعلاقتنا. ينضم الينا ايضا هاتفيا للتعليق على هذا الموضوع الاستاذ علاء الحلواني الصحفي بجريده اخبار يوم. استاذ علاء برحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ علاء الحقيقه طبعا يعني نقاشات مهمه ولقاء اكثر من مهم ما بين الرئيس السيسي ورئيسه المفوضيه الاوروبيه، زياره في مصر لمصر هذا التوقيت الحقيقه زياره غايه في الاهميه. تقييم حضرتك لهذه الزياره وتوقيتها ايضا وطبيعه ما تم مناقشته ما بين مصر والجانب الاوروبي. طبعا زي ما حضرتك اشرت كده لتوقيت الزياره بالتحديد واهميتها في الفتره اللي احنا بنمر بيها، كلنا عارفين ان العالم بيمر بعد انتهاء بمرحلتين مهمتين جدا بعد انتهاء جائحه كورونا او لا زالت حتى استمراريتها، وعقب اندلاع الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي العالم تاثر بيها كله اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحتى على المستويات الاجتماعيه. لكن خلينا نقول ان الزياره لها ابعاد اخرى مهمة جدا خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية لمصر وبالتحديد مع دول الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال التوازن أو من خلال
بعض الجوانب الأخرى، لكن فيما يتعلق بما جرى في الزيارة اليوم، يمكن كانت السيدة أرسولا فون دير لاين يمكن كانت تحدثت عبر تويتر قبل حتى قدومها لمصر عن أهمية الزيارة، يمكن أعلنت عن دعمها لمصر في لقاءها مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعم مصر دعمها لمصر بدعم كامل لمواجهة التحديات اللي هي بتمر بيها، أو أيضا لاستعدادها ودعمها في ما يتعلق بمؤتمر الكاب 27 اللي هيعقد في نوفمبر القادم على أرض شرم الشيخ، ويمكن ده بيهم العالم كله في للحفاظ على المناخ وتغير البيئة فيما يتعلق بالإطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. أيضا يمكن أعلنت، وده الشيء اللي كان بيهمنا كلنا كمصريين، أن الاتحاد الأوروبي من خلال رئيسه أورسولا فون دير لاين بتعلن عن ثقتها التامة وثقة الاتحاد الأوروبي في دعم مصر أن هي تكون مركز إقليمي للطاقة في هذا الوقت بالتحديد، وعن دعمها الكامل وان هو شريك موثوق به في كافة المجالات، ايضا دعمها في التحديات اللي بتواجهها سواء من خلال مواجهة الارهاب والتحديات اللي بتمر بيها، بالاضافة الى عمليات التنمية اللي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية. ايضا يمكن حديثها تطرق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسائل كثيرة اخرى، خاصة ان احنا عارفين موضوع الزيارة الاساسي اللي هي جاية من خلاله التعاون مع مصر او زيادة الروابط مع مصر ما بين مصر وبين الاتحاد الاوروبي، وموضوع الطاقة وموضوع ازمة الغذاء، ويمكن تم الاتفاق ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفون دير لاين على اهمية التعاون في المجال الزراعي للتغلب على الازمات اللي مر بها العالم، من سواء نقص السلع بعض السلع الزراعية او سواء ارتفاع الاسعار، وده اللي بيمثل مشكلة كبيرة جدا في دول الاتحاد الاوروبي، ومن خلال ان هي هتتوسع لدعم التنمية الزراعية في مصر وقامت مشروعات يمكن اعلنت عنها ان هو هيكون هناك قرض او منحة ستبلغ المليار دولار لحتى سنة 2027، مليار يورو حتى سنة 2027، بالاضافة للشغل الاساسي او الجزء الاساسي للزيارة ما بين لزيارتها لمصر واللقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموضوع الطاقة، موضوع الطاقة اللي هو عارفين تحول مصر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية لمركز إقليمي مهم للاتحاد الأوروبي، خاصة إن احنا كنا عارفين كانت زي ما نكون إن احنا بنستقرأ الواقع أو سيادة الرئيس بتستقرأ الواقع بعد إنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط، وإن مصر فعلا كانت هي المحور الأساسي. زادت أهمية هذا المنتدى بعد الحرب الروسية والأوكرانية، وخاصة إن كمان السيدة أورسولا فون دير لاين يمكن تحدثت إن مصر من المناطق الواعدة للطاقة المتجددة، يمكن مش 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 على مستوى الغاز فقط وعلى البترول، لا، وعلى مستوى إنتاج الهيدروجين الأخضر، النيتروجين الأخضر، اللي هو مصر من البلاد الواعدة في إنتاج هذا النوع من الطاقة، اللي هو يمكن استثمارات العالم في الوقت الحالي تعدت ال 500 مليار دولار. يمكن سيادة الرئيس كان شايفين كلنا ان هو بيتكلم عن أهمية الاتحاد الأوروبي لمصر ايضا، وزيادة التعاون فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، خاصة في الوقت اللي احنا فيه، ويمكن الرئيس طرح الكثير من الإنجازات اللي هي أثنت عليها فون دير لاين، واثنى عليها كافه اعضاء الاتحاد الاوروبي، خاصه فيما يتعلق بالتنميه والاصلاحات السياسيه والاقتصاديه وايضا الاجتماعيه التي تحققت في مصر على مدار السنوات الاخيره، ويمكن العالم شاهد بيها. لكن خلينا نشير لنقطه مهمه جدا اللي يمكن فون دير لاين تحدثت عنها، وهي الاهتمام بالتنميه الاجتماعيه التي حدثت في مصر، بالاضافه الى دور مصر الهام في القضاء على الهجرة الغير شرعية، وأيضا في مكافحة الإرهاب، اللي هي أعلنت عن دعمها دعم كافة دول الاتحاد الأوروبي في هذين المجالين، وإن مصر لابد إن هي تحصل على ما تستحق من استثمارات دول الاتحاد الأوروبي. يمكن الرئيس تطرق في مباحثاته إلى أهمية زيادة التعاون في الاستثمار والصناعة ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وبالإضافة للتعامل للشيئين مهمين جدا، بالإضافة
استقرار، وهو ارتفاع الاسعار ونقص السلع. هي مصر يمكن عندها اكتفاء ذاتي منه في الفتره الحاليه، بالاضافه الى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي بيخلي كل العالم يمكن بيضرب تعظيم سلام لسياده الرئيس عن حرصه، عن الحديث عن مشاكل القطاع، عن مشاكل دول العالم الاقل دخلا، واللي هو بيطالب بيه في كافه القمم او في كافه الفعاليات مع دول او في اطار الامم المتحده او غيرها، ان هو لابد من دعم دول العالم الاقل دخلا. مظبوط. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء الحلواني الكاتب الصحفي بجريده اخبار اليوم، بشكر حضرتك على هذه المتابعه، شكرا جزيلا. الملف الاخر في هذه الحلقه خاص بالطبع قرارات الحكومه حول ارجاء زياده اسعار الكهرباء. قال دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومه سترجئ قرار بزياده اسعار الكهرباء لمده 6 أشهر مبدئيا اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مشيرا لان تلك الخطوه ستكلف الدوله اعباء تصل لنحو 10 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله رئيس الوزراء عدد من الاجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه. يمكن احنا طبعا تقديرا للاعباء الكبيره اللي موجوده النهارده، وبرضه مرة أخرى اللي إحنا يمكن بنشوفها أزمة عالمية غير مسبوقة، يعني وجدنا إن من المناسب إن إحنا نرجئ تطبيق أي زيادات لمدة 6 أشهر بصورة مبدئية، يعني بحيث بدل ما كنا هنبدأ 1/7 يعني هنرجئها 6 أشهر، يعني لغاية آخر السنة بتاعة 2022. ويعني إحنا بنتابع طبعا مع الوقت ومع تطورات الأزمة، بحيث برضه هنيجي كمجلس وزراء نبص قبليها بفترة نشوف الوضع هيبقى العالمي عامل ازاي، لان زي ما بنقول محدش عارف بكرة في ايه اللي بيحصل والتطورات الموجودة. كما اكد مدبولي ان الدولة تحملت التداعي الاكبر بقدر الامكان فيما يتعلق بزيادة اسعار الكهرباء، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي في هذه الازمة، في اطار طبعا توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي في هذه الازمة بصورة كبيرة، وان الدولة بقدر الإمكان في ضوء إمكانياتها تتحمل العبء الأكبر في ما يخص الزيادات الكبيرة اللي بتحصل في الأسعار العالمية، اللي يمكن الدولة المصرية ليس لها ذنب في موجة التضخم العالمية كبيرة جدا اللي حضراتكم أكيد متابعينها. يمكن العالم النهاردة بيشهد أرقام تضخم لم تحدث من 50 سنة و60 سنة، ويمكن كان فخامة الرئيس بنفسه اتكلم في هذا الموضوع أثناء افتتاح طبعا المجمع المتكامل للألبان والإنتاج الحيواني. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستثمر مبالغ ضخمة في مشروعات الأمن الغذائي باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيدا بما تم تجاوزه من بنية الأساسية في المشروعات القومية. تستثمر بأرقام كبيرة جدا عشان تقدر أنها تؤمن وتوفر بأكبر قدر من الإمكانيات الأمن الغذائي لمواطنيها، وده جزء لا يتجزأ مرة أخرى من موضوع الأمن القومي. والحقيقة يمكن مرة أخرى بأكد على التوجه اللي فخامة الرئيس قاله في هذه المشروعات، واللي احنا يمكن كحكومة أعلناه، إن هذه المشروعات بحجم البنية الأساسية الضخم اللي مطلوب فيها لا يوجد قدرة للقطاع الخاص إن هو يدخل ويعملها. ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة الزميل أحمد أبو الحسن. أحمد برحب بك بداية، واطلعنا على الجديد وما استمعت إليه من رؤية السيد رئيس الوزراء حول إرجاء عدد من الموضوعات، ومنها بالطبع إرجاء الشريحة الجديدة الخاصة بزيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر قادمة تخفيفا عن المواطنين خلال هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية. يعني بعد التحية زميلي، بالفعل هذه الكلمة التي ألقاها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنما هي رسالة طمأنة للمواطنين، وهي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحمل الدولة الجزء الأكبر من الأعباء على في زيادة الأسعار وخاصة المواد الغذائية وغيرها على عن المواطنين. هذه يعني الكلمة تؤكد أنه ليس فقط من أجل يعني هذا التحمل سوف يكون
للكهرباء فقط، ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر في كافة المواد الغذائية والتي نتجت والتي طرأت عليها أسعار يعني متزايدة على مستوى العالم أجمع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية والتضخم الاقتصادي الذي حدث في العالم. هذه الأزمة التي تأثرت بها كافة الدول. رئيس الوزراء يؤكد أن مصر هي الدولة الأقصى أو هي مصر هي الدولة الأقل تأثرا أو الأقل تحملا يعني فيما يتعلق بالمواطنين للأسعار، حيث أن الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية زادت في كل أنحاء العالم زيادة كبيرة، ولكن مصر يعني ما زالت تحافظ على أن تكون أو تحرص على أن تكون الزيادات يعني قليلة جدا في كافة احتياجات المواطنين. هناك تأكيد من رئيس الوزراء بأننا لدينا العديد من يعني لدينا احتياطي كبير يعني يصل إلى 6 أشهر من معظم السلع الغذائية وخاصة القمح والزيت وغيرها من المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن المصري. تأجيل زيادة الكهرباء هو أحد أهم يعني أحد اهتمامات الدولة وأحد يعني أجزاء تحمل الدولة لبعض الأعباء عن المواطن المصري. هناك تأكيد من أن الاحتياطي من القمح يصل أيضا إلى 6 أشهر، هناك أيضا تأكيد من الاحتياطي من زيت الطعام يصل إلى 6 أشهر، وهناك تأكيد من الدكتور مصطفى مدبولي بأن الزيادات التي طرأت على زيت الطعام كانت زيادات كبيرة جدا في الأسعار، حيث أن مصر تستورد 90% من زيت الطعام وأن سعر الطن كان يصل إلى وصل من 750 دولار أصبح إلى 1750 دولار في الطن، ولكن هذه الزيادة كان من الطبيعي أن تصل أن يترتب عليها زيادة الأسعار بهذا الشكل العالي، ولكن الزيادة الكبرى تحملتها الدولة بشكل كبير. كان من الضروري أن تصل يعني أن يصل سعر يعني سعر زجاجة الزيت إلى 47 جنيه، ولكن في الأسواق تتداول ما بين 17 إلى 23 جنيه. هذه الزيادة الكبيرة تحملتها الدولة ليس فقط في زيت الطعام ولكن في كافة المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن، وهذه التوجيهات تأتي من من القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا استمرار الدولة في تنمية المشروعات القومية الكبرى التي تعمل على تنفيذها خاصة في الزراعة وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، وأيضا توفير فرص عمل للمواطنين أيضا لمجارات هذه الزيادة بشكل كبير والتضخم الذي طرأ من موجة كبيرة على العالم أجمع. للمرة الأخيرة مرارا وتكرارا يؤكد السيد رئيس الوزراء بأن هذه الأزمة تأثرت بها معظم دول العالم، ولكن مصر هي الأقل تأثيرا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا زميلي أحمد أبو الحسن، متواجد الآن في مقر الحكومة والعاصمة الإدارية الجديدة، شكرا جزيلا لك. إلى الملف الأخير في هذه الحلقة، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة لتمكين الشباب العابرة للأطر الوطنية، وما جعل الدولة حريصة على تدشين المحافل الشبابية العالمية والتي تمثل إرضاء أرضا خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية. جاء ذلك خلال كلمة اليوم في افتتاح المؤتمر العالمي 8 للبرلمانيين الشباب بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فأنتم نواب البرلمانات الشباب صناع قرار الغد وحاملي لواء العمل البرلماني العالمي والأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة
في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات. تنضم إلينا الكاتبة الصحفية الأستاذة ولاء نعمة المتخصصة في الشؤون البرلمانية. أستاذة ولاء أرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذة ولاء، كيف تابعتي هذا المؤتمر الهام الخاص بالشباب البرلمانيين المصريين ولقائهم بنظرائهم في العالم؟ يعني خليني أقول لحضرتك إن الحقيقة مصر بتقوم بدور كبير جدا في إطار استعداداتها لمؤتمر المناخ. انطلاق الأعمال الخاصة بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في شرم الشيخ ده بيعزز الدور اللي بتقوم به مصر خلال هذه المرحلة في ظل طبعا التحديات اللي احنا بنواجهها في قضية تغير المناخ. احنا عندنا 60 دولة مشاركة على مستوى العالم في هذا المؤتمر العالمي. الحقيقة النهارده كان في كلمات عامة للسيد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تحدث فيها عن أهمية التحديات اللي بتواجه العالم في قضية تغير مشكلات على عديد من المستويات، طبعا لان ده يعني يحتاج من الجميع وعلى راسهم الشباب باعتبار ان هم بادره الامل والمستقبل ان هم يقدموا فعاليات ومقترحات تعزز من فكره مواجهه هذه الظاهره الخطيره. ايضا كان في كلمه مهمه لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي اتكلم فيها ايضا عن خطوره تغير المناخ وتزايد الفقر بالعالم نتيجه لتداعيات ازمه المناخ. يمكن ده ان شاء الله هتحصل عن المؤتمر بكره، هتكون بتصب كلها في صالح كيف نواجه هذا التحدي الذي يواجهه العالم نفسه. نعم. طيب استاذه ولاء، اخيرا يعني الشباب يمكن كان محروم عن مثل هذه الفعاليات ولم يكن في بعض الاحيان نواب في البرلمان خلال الفتره الماضيه، لكن الحقيقه هذه الدوره بتذخر بالعديد من الكفاءات الشبابيه الموجوده داخل البرلمان المصري، وهم اليوم يصنعون حدث بهذا يعني بهذا الحجم الدولي. الحقيقه ده بياكد ان مصر رائده في كل المجالات وان الشباب لهم دور بارز في المجتمع وخصوصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطه في مصر. أعز استاذ حضرتك بأن بالفعل الشباب أصبح لهم دور كبير في عادة السيد الرئيس، يمكن على مدار الثمان سنوات الماضية في ظل حقبة السيد الرئيس حضر شباب كثيرة جدا وتدريبات كثيرة أهلتهم أن هم يعني يصبح عندنا صف ثاني وقيادات في جميع المجالات، بالإضافة طبعا أن النهارده كان في عرس مهم جدا المشاركة في المؤتمر. طيب بشكر حضرتك أستاذة ولاء على طبعا متابعتك، وبشكر حضرتك على هذه المتابعة الخاصة بهذا المؤتمر الهام في شرم الشيخ، حيث يعقد المؤتمر الخاص بمنتدى الشباب الخاص بالطاقات الشبابية والإرادة البرلمانية الخاصة بالشباب، وبالطبع تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة من ضمن الموضوعات المهمة جدا التي نتحدث عنها. بشكر جزيلا الأستاذة ولاء نعمة المتخصصة في الشؤون البرلمانية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض سريع لبعض الملفات البارزة في هذا اليوم، ونشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.